السلام عليكم. تعرضت المنشطة والإعلامية بقناة لينا الجزائرية لحادث مرور خطير كاد أن يتسبب لها بكارثة، وحسب المنشور على ستوري صفحتها بإنستغرام، قالت حورية بلغندوز أنها تعرضت لحادث مرور خطير بسيارتها، كما طمأنت متابعيها ومحبيها أنها بخير والأمر لا يدعو للقلق. وتفاعل بعض من متابعي القناة مع هذا الخبر متسائلين عن كيفية وقوع هذا الحادث الأليم للمنشطة، هذا وفقدت الساحة الإعلامية في الجزائر، ومنذ مطلع السنة الجديدة عشرات الصحفيين والإعلاميين والمنشطين كان أبرزهم الإعلامي كريم بوسلم ومقدمة النشرة الجوية بقناة النهار وكذا إعلامية بقناة البلاد، فمنهم من توفي بفيروس كورونا المستجد ومنهم من توفيت بالسكتة القلبية رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان والبقاء للواحد القهار والعبرة لمن يعتبر.